مؤخرا ولينا كنشوفوا بزاف الظواهر اللي ولات منتشره في الاعلام المغربي. مثلا كنهضروا على هذه المهرجانات اللي ولات كتستحوذ على نسبه كبيره من الفلوس ديال الدوله واللي كتخسر عليها الملايير، سيختو في البيريود ديال فصل الصيف. تقريبا كل مدينه فيها مهرجان كيجيبوا ليها مغنيين، اللي هل كيخسر الهضره، هل كيشجع على كميه الحشيش، هل تيقول لك انا عندي تخسر الهضره عادي. وهذا الشيء اللي كيأثر بطريقه كبيره على الشباب المغربي وعلى الاطفال بصفه خاصه والشباب المغربي بصفه عامه. وهذا الشيء اللي كيزيدنا في عوض ما نزيدو حنا القدام كنبقاو حنا اللور، كنزيدو حنا التخلف على يعني الوضعيه الحاليه هذه. في عوض هاد الفلوس هذه اللي كتخسر عليها هاد المهرجانات والملايير اللي كتخسر عليها هاد المهرجانات، اولهم داك مهرجان موازين اللي كواحد المبالغ ماليه، راه 100 مليون مليار 500 مليون اللي كيخسروا لنا على الاغاني ديال المغنيين الاجانب. وكنهضروا حتى على المهرجانات الصيفيه اللي كتقام في جميع المدن المغربيه والمملكه المغربيه بصفه عامه. اخرهم داك البولفار اللي ولاو كيوليو الشباب ها اللي عبده الشيطان، ها اللي كيشجع انه خاصك تولي كيف كيقولوا هما خاصك تولي في السيل وتولي في الشكل. وداك الشيء اللي لابسين داك المايك اب اللي كيديروا اللي كيأثر بصفه كبيره على واحد الطبقه ناشئه، لدرجه دابا كتلقى ولد مازال صغير 6 موا ولا 7 سيزون ولا 7 كمل سيزون ولا 7 تيهضر حتى هو على اساس انه كبير وكيهضر بواحد المصطلحات كتسولو في لقيتي هذا الشيء وكنت سمعتي تيقول لك ديك المغني فلان راه كيقولو، ديك المغنيه فلانه راه كتقولو. ولا شي مازال شي وليدات عندهم 11 12 عام تيقول لك حتى انا بغيت نكمي، حتى انا بغيت نتعاطى الممنوعات، بغيت نجرب انا داك الشيء. علاش؟ حيت داك المغني دار واحد المهرجان وكيهضر بكل كيهضر بكل تفاخر انا عادي، تيقول لهم انا الحشيش خديته غير من الدوره او شي حاجه. الحشيش راه ما بقاتش شي حاجه ما بقاتش شي حاجه صعيبه في المغرب، وكيأثر لينا على الدراري الصغار وعلى الكبار. والحكومه لا 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 مجيب ولا من يحرك ساكنا، وغاديين حنايا في هذا الطريق هذه وغاديين هكا ما عرفناش فين غادي نوصلوا. اكثر من هذا الفساد الاخلاقي اللي ولينا عايشين فيه في هذا المجتمع هذا. وشكرا. البلان اللي دار طوطو في البولفار اختي ما كانش خصو يدير هكاك، وكان خص الوزاره تدخل على ذاك البلان لان الفلوس ما كتخسرش هكاك. وما بلان ما حتى حاجه دار، ما كانش خصو يهضر على حشيش قدام الوزاره وداك الشيء. المهم الشيء اللي كاين. السلام عليكم. انا كان ضد المغني اللي كيجي يخسر الهضره هنايا في المغرب ديالنا. وحنا هادشي اللي اختي خسر كيخسر على المغنيين حنا راه محتاجين به. حنا ضد هادشي المشكل. حنا تزاد علينا في الزيت في السكر في اي حاجه نبغي ناخذوها كنلقاوها مزيوده. ما عرفتش حنا بغينا نعرف شنو هو المشكل هذا. حنا راه بزاف حنا كمواطنين راه بزاف علينا هادشي. واش حنا اللي كنخلصوا من هادشي؟ واش حنا اللي كندفعوا هادشي التكلفه لهادشي ولا ما كان حنا؟ وحنا بغينا الوزير هذا الطاقه خص يتدخل في هادشي. خصنا نشوفوا حل هذه المشكله هذه. راه حنا بزاف الزيت السكر كلشي تزاد فيه، حتى من نص كافي 30 ولا كان بدرهم ولا ب 30 ريال. واش نتوما كتراقبوا هذا الشيء ولا ما كتراقبوش؟ اي حانوت كنمشيو له كنلقى مشكله، اي حانوت تنمشيو تلقاو الزياده راه بزاف. كل مره نبغي نشريو حاجه الزيت تلقاو تزيد فيه 2 درهم ماشي 2 درهم ولا 10 درهم 2 درهم راه بزاف هذا الشيء. ونتمناو هذا الشيء تدخل فيه وزير الثقافه، ونتمناو نوصلكم هذا النداء ديالي. سلام. نقول لك اختي بالنسبه لذاك المغني اللي ما نقدرش نسمي ديك السميه ديالو اللي عنده السميه خايبه اصلا، الناس كيتسماو بشي سميات اللي زوينه وكذا، هو شو غام السميه ديالو تاخذي التعبير؟ يعني هذا السيد هذا اللي قلل العفه على ولادنا ووالدينا ودوزوه في القنوات والاعلام، اللي كيحرض الشباب على تناول المخدرات والافعال الاجراميه، والغريب في الامر بان هذا الشيء بمباركه الوزاره المعنيه. يعني تنشوفوا ان وزاره اللي المواطنين انتخبوها وداروها على اساس انها باش تكون قدوه للشعب، يعني تساهم مع الشعب، تعاون مع الشعب، تعطي ثقافه للشعب، الا انها ولات كتدمر الشعب وكتدمر هاد الشباب
وهاد الاطفال والتلاميذ اللي هما جابوها حتى في الوقيته ديال البيريود ديال القرايه، عاد حنا نديروا مهرجان والسكور داير 360 ريال وحنا غادي نديروا مهرجان. واش الحياه ولات صعيبه باش انك تعيش وتسترزق اليوم القوت اليومي ديالك؟ الناس كيصور 50 درهم كيجيب باكيه اتاي وايطرو ديال الزيت وقالب السكر، الله اعلم واش غيطلبوا ولا الله اعلم. واه كنترجاو من سي عبد النباوي والسيد وزير الداخليه يدخلوا في القضيه ديال هذا الخاين هذا اللي بقى كيحرض الشباب، ويعني ما عطاناش تعبير حنايا. راه المغرب راه ماشي كلشي مكلخ وماشي كلشي كيتناول المخدرات من الاخر. السلام عليكم. ما خص كاع المغرب بقى يجيبوا قاعد مغنيين بحال هكا، فهمتي؟ حيت كانوا دور بالبالف في المغرب وصافي. بعد مع والدي وفهمتي وجالس مع الدراري الصغار كيخسروا هضره والروينه ومدابزات، فهمتي؟ هادشي ما خدامش، اللي غادي في المغرب راه ما خدامش هادشي.